تولى دخولية يلا يلا وانا سدلوش سدلوش شباب دخولية دخولية لا ما شاء الله اغراض الغربي كويسة تدري ايش نسوي؟ نسوي لها دخولية ايش رايكم؟ نسوي لها دخولية؟ نسوي لها دخولية يلا روح يلا قم روح مين مسوي لك الشخصية هذه؟ قم خذ المنتج اللي هناك لا كل صدق الواحد يكون صادق الواحد يكون صادق خصم 200 انا باخذها سفري ماني يا شباب داخل بخاري يا شباب حابين نكرم منتجات الغربي شكرا لا لا سم الكاس الكاس كاس اي كرم المنتجات الغربي طبعا اليوم شرفنا شيل شيل واو اليوم واو على النظارات ما عاد عرفت ضيفنا اليوم غير عن كل الضيوف وخر هناك عن الضيف صحيح كم هير ضيفنا اليوم غير كم هير بس يا اوف اعطوه ماي غاضة عطى ماي طبعا اليوم ضيفنا جو ضيفنا ضيف كبير والمعروف لا يعرف صحيح احنا اليوم نتشرف باستضافته اللي هو حراس الغربي مكسرات الغربي واحده يستاهل الغربي احسن واحد طبعا بخلكم طبعا خلوا شوي نعطيكم اسمعوا يا شباب طيب طبعا يا والله حلو وخر يا عيال غلا اول ليه حلو والله ما اقدر يقاوم الرجال ما اقدر يقاوم حقه ما يقدر حقه عيال تو تذكرت معلومه يدرون انا مدري ماني متاكد منها بس ان شاء الله انها صحيح كل معلوماتك مضروبه لا والله اني صادق يدرون يقول لك السعود غربي خسران حدود مليونين خساره من مكسبه يعني خساره الرجال يعني متخسر على الجوده يعني مثل ما تقول يعني قلل مكسبه قلل بنسبه كبيره بيض الراجل تكلف على الجوده مو بيض الراجل اقول لك الرجال متخسر يعني الرجال تعبان على الجودة بيض الله وجهه ترى انا ما متاكد من المعلومه والله بس لا هو قالها هو قال السعود الغربي معروف اصلا تقول انا متاكد من المعلومه اقول ماني متاكد ماني متاكد ما شاء الله تبارك الله لا من مكسراته ولا من البهارات اللي يسويها فهو ما شاء الله معروف السعود اصلا احنا اصلا يا شباب شباب لحظه والان تاكدت انه كويس لسنتو مي شباب لسنتو مي قاعدين ياكلون ستاند باي الحين لحظه لو عندكم مناسبه وبتطلعون وش بتاخذ؟ حلا ولا بتطلب؟ انا الحين مو انا باخذ لا لا جانب الحلا خلصنا منه بس جانب المكسرات انا عندي الحين اكلتوها صح؟ جربتوها صح؟ والله ما تعدى بهارات الغرب ها؟ ما تعدى مكسراتها وانت فيصل؟ ما تعدى انا عني وانت فيصل؟ كذلك وانا مغمض ها؟ وعلوش؟ علوش واضح الكتاب بين من عنوانه لا صدق عنده اختبار عنده اختبار الرجال تعبان على الجوده كيف حالك يعني ايه ابو درايف احنا يوم نجيب مكسرات نبلش كيف التقديم اجلس اجلس ترى بمحطك بعد قبل اجلس هنا زين اجلس هنا تدري اقول لك شيء زين اسمع يا ابو درايف يمكن اغلبنا اللي جاب مكسرات يبلش بالتقديم صحيح والله اني صادق مريح للعين مريح ولكن هذه جيبها وقطع حطها قدام ضيفك بس صلى الله بارك وهذا جاهز مقدم مكسرات في البيت في الكشتات في الطلعات حتى لو جاك ضيف هذا ولا شيء ما يحتاج ولاحظ اللي عندك تعال 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 تس 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 بريبي لحظه ابو خميس من اليوم انا اتعشى منها ها معك هذه شوف تركيبتها تنفع على الطاوله على الارض اللي يسارك اللي بس الشمال ايه تنفع على الطاوله على الارض في كشته في كل مكان لها عبود انا اقول جاهزه صدق كلكم اخوان تمام صدق اول مره اشوفها وشو الستاند حق الطبق نفسه هذا ستاند لا معلومه لكم انا والله يعلم اكتب عليكم اني سلام يا مرحبا ورحمه الله مرحبا مسهلا هلا مرحبا طالع عبد الله استقبلهم عبد الله عطوه من المكسرات الغربي الله يوفقكم تفضل تفضل شكلي باخذ سفري يا بس الله يعافيك ما تعمي انا بهدي ابي كل متسابق اسلم يا سلام لحظه شباب لا نعمه ايش سعود ما انا ما وانت تقول ابيات كل صدق قول اي والله عادي اي كل متسابق كل انا سعرات كذا مع الابيات يلا تفضل تفضل بما ان الشعب الحين كله متوتر واغلب المتسابقين صحيح وين كم مركز 48 48 اكيد ما في توتر سعود انت مع المكسرات اشوفك هديت طيب لا متوتر مين انت لا مره
نهائي. نعم. يعني برنامج دخلت ولا طلعت كله واحد؟ لا مو دخلت ولا طلعت، عندي ثقة بالله عز وجل. ونعم بالله. الله. كم ترتيبك؟ قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ لا 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 ما له دخل. ايه توقع. ما عندي صراحة تأكيد أعطيك رقم، لكن أذكر إن 11 كم نزل راح 37. آخر إعلان كم؟ أتوقع 37. 37 الله يوفقك إن شاء الله، حالك طيب بإذن الله. يستاهل وفكرته حلوة. تغير الموازين إن شاء الله بإذن الله. لا ما شاء الله شوف. وقاعد ياكل الرجال ما بيمنع. أنا يعجبني الرجل اللي يستثمر وقت اللي أنت تطلع النتائج. تعال. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. بقول لك شيء. هذا تبيعه أنت؟ قسما بالله. لا لا عكس الغربي حبيبي شو تبيع سواليفي؟ يعني انت دب المفروض تعرف كل شيء ما شاء الله عليك. اوه يسالني. شوف انا بقول لك شيء. بقول قصيده. تفضل. تمام. انا اول واحد. هي حزين انا ترى والله اني متوتر. جو حزن؟ انا متوتر. ايه. عرفت؟ ليه ليه متوتر؟ يلا. مالك حق تفضل. ليه زعلان؟ افا. افا. يا ولد اقول لك شيء. من اليوم نفلي بيها يا ولد. يا على شاني كزيد ميالي رجلي على حالها وانا على حالي الكسر ما هو كملها احتاج منك بهلك انا مش معك متحفظها؟ بسمعها ان شاء الله لبدريب بكره مع بدريب؟ بس ما ذكرت عبد الله كسر ما هو في رجلي عليك كلي صح؟ إيه. وانت السبب في الغرابي الاول والتالي. يا سلام صح لسانك وصح صوتك وبوحك. تدري اقول لك شيء؟ قول. تدري طايح وانا صغير جتني خرصه في راسي. انت وراك طايح في البير؟ ها؟ بسرعه بسرعه يلا 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 هنا وش هالمخبأ ايش فيك؟ ايش فيك؟ مكان سري. ما شاء الله تبارك الله. رحنا رحنا العب هنا. وين؟ انا احسب انك في جاكوزي. ايش قاعد تبي؟ عطنا يا معمول. ابي هذا. في بطاط تبي يلا خذوا والعبوا هناك يلا بطاط وين ذا لا هذا ما لا لا في هذا يلا في منتج دايم هذا متجر الغد شفت وينه والله العظيم حست ابو المتجر عندي فكره شباب تبي الصراحه لا صدق ارفع ارفع لي هذا المتجر الغربي من المذاق الحلو ذا شباب من اللي ماكل ذا مو هنا الامانه يعني من هو هذا هذا ما استحمل المكسرات عندي خطه يا شباب الغربي المذاق هذا الجميل طيب فحصل المنظر اللي انت شفته ايه يعني عادي باي مكان ما شاء الله شوفوا 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 يا جماعه شوف شوف ما شاء الله منتج الامانه متعوب عليه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد وبارك طبعا هذا الليمون منتج طيب ها اقول منتج طيب ايه اعلان 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 اي مويه منو مشغله اللي مشغله يطفيه مويه سعود هذا فلفل احمر مجروش تمام خلينا نتكلم يا ولد ما يمدي نسولف لا لا خله هذا وشو الرجال بيوضح المكونات هذه بودرة الثوم نعم خلاص ما في شيء ما شاء الله هذه المطبخ حلوة وهذا الزنجبيل نعم صحيح وهذا فشته بعد فشته ممتاز ما شاء الله تبارك الله وهذا ليمون اسود مطحون ايه طيب هذا يحطونه بالطبخ وبعد لا وفي الشوربة الله عليك عاد هذا العشق وفي المكرونة وتضيف لها مذاق يقولون عبود ما شاء الله اسطورة من بعدك بالطبخ والله شوف انا ما اقول لك اسطوره انا عندي محاولات ان شاء الله وين محاولات تطلب بس خلني لاني انا غايص في هذا المذاق الرائع خلني اخلصه اقول بس خلاص جينا ضيوف ما خلص ما عليه ما عليه الخير واجب اذا خلصنا عبد الله اي والله ما قصر والله سهل صح الغربي ما قصر اي قبل شوي ترى فيه 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 مره صوره سعود ما ادري وينه ولا حد. هذا 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 تعال السوق طبعا دائما ينقطع يقولون متوفر عندهم الحجم الكبير ايه. والحجم الكبير هذا ما هو موجود لا لا ادعني اعتقد انه ما هو موجود في منتج صوره دائما سعود مبخر انا بنور الصدق نفس هذه ترى الظهر هذه الخلطه ايه. حقه بروستي لا برضه بتجي طيب بلشمقه بلشمقه لما يا ما يا ما يا ما يا ما عبد الله حبيبي
الله بطل السفر يعني. انت تروح تبي تروح. اقول لك شيء. قسما بالله. صحن وايد خل الطحن كل وايد. انا اقسم بالله متجدد. والله. لا لا عز الله انه. شوف. تضربها الحين. يلا يلا يلا. يلا مشينا مشينا. والله ما اقدر. والله ما. يلا حي ابو غربي يلا حيه. هنا جلست معي يلا حيه. شلون المزرعه؟ شلون ذا؟ عز الله منتج. تعال تعال قهوه قهوه ابو غربي. قهوه سعود غربي. تعال قهوه قهوه صب القهوه صب القهوه. صب القهوه. لا لا هو هو صب له صب له. يستاهل يستاهل ابو غربي. يستاهل يستاهل يستاهل. ما صباله. يستاهل. شرك بضيوف. ما اعرف ما اعرف بضيوف ما يعرفون. ايوه يا مرحبا ابو غربي يا بعين. انا طالبك انا طالبك العشاء الليله انا طالبه اطلبه معي بالله الحينك اي والله نصادك وحش والله والع والقابله عندنا هي القابله ابوته الزابله لا تضحك لا تضحك يوترك الغربي يوترك يا صار اي والله من الجوع والتوتر الساعه 12 وما اعلنوا شكرا شهاده ما افتخر فيها للامانه الله يطول وفي طيبه قلب الادمي هذا ما يعلم فيها الا الله اخوان شهاده افتخر فيها وراح اعلق عندنا من البيت كويس خلاص خذ لك هذا هديه لا لا فستق الغربي راح تاج احتاج خلاص انا اخذته خلصت بالعافيه ابتسم خالد سم عيون خالد الخضر بكل امانه طبعا عبد الله ما شاء الله كرت ذهبي وخلاص تتوقع تتأهل بكل امانه إيه؟ يعني شعورك اول شيء ثقتي بالله على الله وتلقى توافيك اول شيء ثقتي بالله عليه سبحانه وتعالى نعم بالله وثاني شيء قلتها قبل شوي انا راضي عن نفسي في اللي قدمته في الاربع ايام وبالنسبه اذا جت التأهل ولا هذه بدايه الانطلاقه ومو هو بانك تتأهل ولا انت اكيد شيء ودك فيه يعني وانك تحارب لاجله لكن برضه على قولتهم تجي مره ثانيه ومره ثالثه وفي برامج اطلع برا كاريزما وعقبه كاريزما ثاني واللي وتشارف. قدمته في الاربع ايام كان انا من وجهه نظري على اني شهادتي مجروحه كان جميل لكن يعني باقي عندك الاجمل صراحه ما شاء الله لان ما شاء الله تبارك الله كان عددنا في التصفيات واجد وكلهم ابدعوا اي وكلهم ابدعوا عبد الله انت اخذت كرت ذهبي وخلص تمام حلو ولكن انا متوتر تضامن الان انا تضامن. سؤال لك انت تتوقع انك تتاهل لا والله على الشباب كلهم يعني والله انا اعود من حزمه يعني انا اللي طلبوه على مقيل القناه دعم سويته والباقي على الله ونعم ونعم بالله هذه هي شوف خليني اتكلم كلنا. انا بتكلم بصراحه صراحه ما شاء الله تبارك الرحمن المتسابقين والله نسخة قوية من اللي شد انتباهك؟ والله شوف ما ودك تذكر أسماء وتنسى أسماء لأنهم كثر يعني ما هو بعدد بسيط وما شاء الله تبارك الرحمن كانت يعني تصفيات وحماسها كأنه حماس النهائيات والله ما هو كأنها تصفيات وإن شاء الله إن شاء الله نحليفكم التوفيق نفس السؤال تتوقع تتأهل تتوقع تتأهل أنت 90% اسالني من انا ما شاء الله والله عشان كذا قلت لك 90 فهمت طيب انا بس سعود سعود وسعود نبي نسالكم توقعاتك سعود حلو ما عليك زوج ما عليك زوج وهذا والله المكسب الحقيقي صدق واخذنا تجربه جميله جدا ودنا نعيدها مره ثانيه سعود ان شاء الله هلا تتوقع تستاهل ولا هلا تتوقع والله شوف 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 ابو عواد قل لا اله الا الله حق التاهيل تاهيل ليش جبت التاهل التاهل دي لا صحي والله الله يكتب لي في الخير امين وانا قلتها 2000 مره قلتها بالبرنامج حتى الجمهور قلها الجمهور يكملها اصلا ما يحتاج طبخ ومزام يا رجال انت ما شاء الله عليك تلعب تتحرك ليه امورك طيبه لاني من اول يوم كنت جيت هنا اخذت مكسب من البرنامج يا اللي هو صحيح والله كلام صحيح والله كلام جميل ايش مكسبك اللي اخذته
والله العظيم مكسي. لو ما شاركت بقابلكم الجمهور بيشوفني الحين. صحيح والله. والمكسب اللي هو ختمت الحين مباراة الغربي. حلو. زين؟ شو تضحك؟ اسلم. تقول مو جايز لك الكلام. لا والله جايز. صحيح والله. يعني اقصد الغربي. شوف. والله جايز لي والله. طيب مكسبي والله انا اقول لك من اول يوم دخلت برنامج اللي هو. يا اخي احدني شد. ما حد يشد. خله على زين ف لا توترون اكثر من توتر. شافني الجمهور. تعرفت على وجهه الطيبه. الاداره المقدمين. هذه مكسب الحاله. واكيد اي طموح اي واحد انه يشارك البرنامج ولكن الله ما كتبها يمكن الله كاتب لي رزق برا البرنامج اخير من الرزق اللي دخل برنامج كلام جميل سلام. من انسان جميل الله يسعدك الله يسعدك طيب ولكن بهارات الغربي افضل بهارات توقعاتك كم عمرك الصغير والله متكل على الله التوفيق على الله نسبه وواثق ان ربي ما راح يجيب لي لك الخير ان شاء الله فسواء دخلت ولا ما دخلت الخير بإذن الله جايني بس أنا بسألك سؤال من شدك؟ من شدك من المتسابقين؟ المجموعة الأولى؟ من أعجب إيه؟ المجموعة الأولى والله ما لما أنا ما تابعت علشان ما حكم أتوقع آه بدينا بدينا ما هي مشكلة إحنا قلنا يا رجال المجموعة الثانية ما طيب أنا قلت الصدق إيش فيك؟ وأنا قلت الصدق إحنا ما تابعت المجموعة الثانية؟ تابعت مجموعة ثانية؟ اصلا ايه فيصل ما سألتني تابعت مجموعة ثانية؟ سؤال فيصل تابعت فيصل والله فيصل هو وجه لك السؤال ولا وجه لي؟ بس انا اقول لك يعني لا تشخصنها ما تبع انت لا عادي كل انا ابراهيم انا بالنسبه للمجموعه الثانيه ما احبهم تفضل احنا مجموعتين ما نزلنا بس مجموعه واحده اليوم انا ما احبهم المجموعه الثانيه عجزت اتقبل جاوب على الرجال ترى جاوب هو هذا المحامي يعني مو انا مع المجموعه الثانيه لا عبد الله جاكم عشاء والله يا رجال في عشاء رح طبيعي انا اصلا طارقين هم اللي قاعدين يجاوبون طيب هو رجال وجه لي السؤال انا اللي اجاوبه بس انا ما جاوبت انا سالتك انت انا ما جاوبت طيب انت ما عرفت انا قلت ارد عليه ما يصير المجموعه طيب احنا ما تبعناك انت يا اخي يا ابو طلال جميل اليوم خلي يجاوب انت خليني اللي كان في تعقيب يا حبيبي يا حبيبي يا خلاص اسلم اسلم خلني ارد على الرجال اسلم اسلم طالع اسلم من شدك طيب بالمجموعه الاولى من جده من شده شدك شو يقول شده والله في اشخاص لما مين عطني اسمين غير سعود العنيسي انا داري انك غير نبي غير ما نبي اسمين انا انا والله انا قل لا تكابر قل انا اسمين عبد الله ريالتي مثلا حبيبي وحش تمام شو اسمه ترى مريت معهم انا شوي ان كان تابعت يعني انت كيف تهدي انت الله يسلم اسطوره انت شنو في الواقع احنا ما تعدى على راي اللجنه الله يعني اللجنه قررت وخلاص الله يسلمك والله من بعدك انا وش يعني اتكلم ولا اني طيب لا ما انا فيك رقم حسابك كم بالله الله يسلمك لا يا بعد البث اعطيك اياه ابراهيم للامانه اللجنه كانت متوفقه جدا باختيار كره الذهبيه الا واحد سامي اخوي ليه تختاره لا والله انه يستاهل يا اخوي ندري انه يستاهل طيب خلاص ها ليه اخترت وراك معصب ليه تختار اخوي اعطوني وجه طيب نروح مع بعض نجي مع بعض ايش تبي انت شغلت انا ما ادري سهيل ايش تبي مد احنا بنفصل احنا تعال تعال دكتور تعال تعال ما ضيع المجموعه الاولى الا انت تعال تفضل تدرون يا الربع سوى عملي وصار يلبس نظارات انا ما هو الفضول العكس العكس هو شوف صادق انا يمشي رجل الاهلي يذكرون بالتصفيات ما كان يلبس يقول سويت عملي وصرت البس نظارات لكن انا انت انا مسوي عمليه الله يسلمك اي بس قبل سنه ونص السؤال ايام الضغوط نرجع للسؤال اعلان النتائج يسال ها لا 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 نرجع له طيب في المجموعه الثانيه بكل امانه عطني ثلاثه فيصل الدبلين فلاح حسين ما ادري اسمه خلاص ولا قصر الباقين لا انا سالته انت شو علاقتك انت ها انت شو علاقتك تبي تجاوب اخوي الكبير ومن عليه اخوك الكبير خليه يجاوب يلا جاوب اخوي الكبير ثلاثه هو ناوي يقبسني صح كلهم كل المجموعه والله الاغلب ولا ما ودك تزعل احد لا والله مو سالفه زعل انا كلمه حق اقولها شوف الاعلام ما له علاقه تبدي وجهه نظر ممكن انا وجهه نظري خطا ممكن غيري صح ممكن الناس تتفق معي ممكن الناس تختلف هذه وجهة نظر طيب تقييمك أنت من المجموعة الثانية تقيم أي رقم تقييم نفسي إيه نفسي إيه أنا ما قيم نفسي لا من مقيمك يقيمني الجمهور بس إنك أنت تدري بإمكانياتك يا شوف ما في إنسان يقول أنا سويت ولا أنا ما الجمهور هو اللي يقيمك الجمهور هو اللي يقيمك هو اللي ما يقيم هل أنت تستحق البرنامج ولا ما تستحق البرنامج لان هو اللي يشوفك من خلف الشاشات انت ما انت ما تدري وش اللي يصير خلال 90 يوم خلال 90 يوم انت ما تدري وش يصير جيبوا لي عبد الله الدريبي الدريبي مين عبد الله الدريبي ناخذه في الحلقه عبد الله الدريبي
بس ابعدوا عن المكسرات لان ما شاء الله تبارك الله. الحين في بعض المتسابقين انا وجهه نظري لو يهتم مثلا بدراسته ومستقبله افضل من البرامج. والسبب دقيقه كلام واقعي والله كلام واقعي دقيقه والسبب كلام واقعي دقيقه ليش قال السعود قال العويذر ما 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 حدد احنا قلنا ايش قصدك طيب في 10 رجيله 15 بعضهم سعود 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 ما تدري انت ما تدرس ما يزعل خلنا واحد السؤال دقيقه يمكن اكسب الذهب طيب انت تدرس خلصت جامعه يعني بدلت اللي عليك والباقي على الله صح انا هذا مقصدي فهمت انا ما اقول لك شخص يعني ودك انه يكمل دراسته انا عن نفسي والله العظيم لو يطور من دراسته وثقافته والله افضل لانه لاحق على البرامج هذه وراح يقدم نفسه افضل مره دقائق حبيبي دقائق بنجيك الله يسعدك اسلم لانه يقدم نفسه ياخذ دراسه يجتهد قدمت في زد رصيدك قبلت في الظرف اللي انا فيه يعني ذاك الوقت فرصه اني انا ادخل فرصه ذهبيه ممتاز اني ادخل قبلت نهائيا لكن سبحان الله اثناء التصفيات كنت برا السعوديه وقلت عبد الله الراجع لسبب ضرب ما بديت الشهاده على ظرفي سواء دراسه سواء ايا من كان يا سلام اجي انا متفرغ تماما مثلا دارس موظف اموري متجهز فاضي ما عندي شيء تمام طيب ممتاز انا هذا مقصد لا تفهمني غلط ما فهمتك غلط بالعكس بالعكس ترى لا 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 هذا من اطيب شوف 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 قلت شيء دقيقه عبد الله الدريبي شوف هو انا اعرفه من قبل البرنامج من هو اعرف ابوه اعرف عمامه والله من هو يجي مطفي لك اي لا لا الكلام هو يمه يجي يدعم على طول يا اخي عادي في اثنين هنا يدرسون انا يا اخي وجهه نظري يجب انك تحترمها انا طب ما قلت انا شوف وجهه نظري سواء صح ولا غلط وجهه نظر يمكن كلامي انا خطا مو كل شيء انا اقوله صح يمكن في ناس تعارضني في ناس تتفق معي مو شرط يا جماعه الاختلاف في الراي لا يفسد في الود قضيه يا اخي طيب خلاص ابراهيم انت تقول لو يكمل دراسه طيب خليه طيب دقيقه انا الحين بالتسويات استفدت من العيال المدري كلهم انا ما قلت يا بعد عيني انا يمكن الرجال عندي اجازه من دراسته من دوامه تطوير الذات من عياله يمكن انا اتكلم يعني مثلا الحين دافع عندنا نقاش حاد رجال دافع مثلا 40 ولا 30 ولا 50 ولا 60 ولا 70 اي مبلغ اي مبلغ كان تمام يعني انا الحين اقول ادفع هذه منافسه شريفه لكن متى ادفع ومتى ما ادفع تدفع انت لا اقصد انت يا المتقدم يا ادفع انا ضد المتقدم يدفع طيب اذا الجمهور ما يبغى ما اجل ما تتاهل إذا ليش ما هو كان في البدايه لا 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 جمهورك هو اللي يقيمك وين تجني انت في البدايه ما قلت جمهورك هو اللي يقيمك في الاداء انا عني شوف شوف اقول لك الجمهور يقيم لا يقصد انت تقول ادفع عن نفسك وانت من مبدا ان الجمهور اللي يقيمك لا تدفع عن نفسك انت خل الجمهور اذا كان راغب فيك فعلا يعني شوف سعود الحين ما دفع بس الجمهور يبي يمكن يدخل هو ما دفع شو الفائده الجمهور بيتحمل 90 يوم بعدها توكل على الله الجمهور لازم يحبك الجمهور هو اساس البرنامج يا جماعه انا ما تكلمت عن الجمهور إيه؟ هو ما تكلم عن الجمهور ترى انت تقول ادفع انا ما ادفع اذا جمهور ما ينفع الحوار الرجال يتكلم عن صوره وشو انا اتكلم على ايه كذا لا تفهم انا لا تدخلني بالجمهور انا مالي انا مالي علاقه بموضوع الجمهور انا اتكلم وجهه نظري هي خطا هي صح انا مو كلام عدلي وجهه نظر نعم يا ابراهيم عدلي وجهه نظر يمكن خطا ويمكن صح في ناس تتفق معي في ناس تختلف معي ابراهيم انت مقصدك انا فهمت مقصد ابراهيم معليش اني ما فهمتك زين النقاش اللي هو انك تكون متفرغ 100% للبرنامج صح ام صح صحيح يا سلام انا هذا متفرغ 100% نعم لو ماني متفرغ والله ما جيت حلو صادق هو مقصد كذا صح هو هذا الاهم الرجال يوم يفصل فيصل يمكن فيصل ما اخذ اجازه انا وجهه نظري اللي دفع 100,000 بالبرنامج مثلا يبحث عن شهره لو انه فاتح له مشروع افضل لا وفي ناس دخلت الرجال عنده مشروع طيب لا ودافع 100 من المشروع يا اخي يمكن البرنامج يكون سبب لمحبة الناس يمكن يمكن الرجال عنده فلوس فيصل ابراهيم الناس تدفع 100,000
ويت ياخذ اجازه. في ناس انا معلومه ترى في ناس صار مشاهر ما شافوها اليوم الحين عشان الجمهور. الحين هذا اللي انكم قاعدين تسوون هو نقاش ولا كذا وقت؟ لا هو ظاهر. طيب اجي سووا سؤال. لا 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 المكسرات صارت سبايسي موجوده مليانه. هو اعطانا هذا غشر فيه انه حار. هو حار ولا تحط اضافه ولا ايش تبي؟ ما بحط مثلا يعني. سألني الرجال انا ما تكلمت ولا ابدا. هو سألني الرجل هذا خالد العتيبي سألني سؤال جاوبته صح ولا لا؟ نعم. حصل ولا لا؟ حصل. انا ما جيت وقلت انا كذا وكذا وكذا. انا ما اتكلم. الرجال هذا سألني وجاوبت. كلامي صح كلامي خطأ ممكن الناس تتفق ممكن الناس ترى عادي وجهة نظر. في ناس الان تاخذ دين عشان تسافر بالصيف صح. انت معاها ولا ضد؟ ضد. غلط. غلط صح؟ انا معاها مثلا. مثلا الرجال هذا معاها. لازم يعني كلامي يعني تدري وين الغبنة؟ اذا بيساور ثاني مرة وعيه ما يعطيه. كيف؟ اذا بيساور ثاني مرة ونفس الشخص عيه يعطيه. شكلي انا شو رايك فيها؟ والله انت انا بالعكس شكلك فرصة للكل. اللي يدرس المتوظف المتزوج اللي عنده عمل كل فرصه للك يا اخي. ويكفي انه تطلع وتعرف الجمهور يعرف برنامج اي فترى شوف الجمهور الجمهور هنا بس ممكن ترى دقيقه سعود ترى يقصد هو فئه عمريه معينه انا ما اقصد اي ما يقصد لا العموم ما يكون يعني كمل عمره تشوفه مناسب للبرنامج وجهه نظر وانا ممكن اشوفه مثلا والله نحترمه قلها ممكن 22 23 ليش؟ لان 21 22 مخلص جامعه فهمت؟ وجهه نظر يا جماعه طيب انا احترم انا اتكلم يعني ممكن كلامي ترى غلط ممكن كلامي مردود علي بعد انا بوضح لك الفكره طيب انا مثال انا نقول عن عمري 19 سنه انا ما تحت لي العمر كله يا حبيبي يا حبيبي لا مو عمري 19 لا فرضا وجهه نظر ان عمرك 19 ما تحت لي فرصه الا ما هذا بالعمر ده انا اشوف ان الفرصه جتني على وصولك للمرحله هذه هذا دليل على نجاحك نعم انا اقول لك تمام صلى على النبي يمكن الفرص ما تجيني بعدين طيب كلامك صحيح الخير. انا اتكلم شوف الفرص حياه ومواقف في اشياء ممكن ما تتكرر بعض ترى لا يفهمني غلط يا جماعه والله ما حد فهمك غلط لا انا اقول لك انا عارف اللي بيننا انا الحين مثلا اللي بوجهه نظري انا وانا لو مثلا بالقناه ولا احط عمر معين من عمر كذا الى كذا فرصه طيب قول له ما تاخذه طيب اسمعني هذه فرصه اسمعني لو رده لو ولد بعمر راح تعطيه الفرصه عندك ولد بعمر الرجال ذا وتشوف ما شاء الله عنده شغف وعنده حب انه يشارك وطبيعي انك تركض ورا سعاده ولدك ترفض انا إيه؟ انا إيه؟ وهو على وشك دراسه وين ولدي إيه؟ ولدي إيه؟ والله العظيم والله هذا انت سالتني إيه؟ اني انا عن نفسي شخصيا ما اكسر من مجاديفه ولا اني هبطه لا تعطيه وضعيه الشيبان دراستك اول وكذا لا 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 خلي يوضح وجهه نظره يا الان بالزمن هذا اذا ما عندك دراسه وما عندك سلاح وما عندك علم ترى ما عندك شيء اكيد صفر ما تقدر تجمع كلمتين على بعضها كله الله انا الان مستوى التعليم اقلهم بكريوس نعم جالسين بيوت جالسين صح بعضهم ما ممكن ما حالف الحظ انه يتوظف بعضهم ثانوية عامة الله وفقه وتوظف هذه توفيق الله يوزعها أرزاق ما هذا توفق وجاء طيب أنا أرجع وأقول أنا أنت ليش الآن قاعد تدور وأني كلامي على الرجال لا 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 عبد الله دقيقة سألتني مثلا وجهة نظري طيب بعرفكم مش كلامك وجهة نظري خطأ هو وجهة نظر له يقول لك الشخص إذا درس صار عنده قوة وعنده بعض مشرف طب يمكن دقيقة قبل أمس جانا محمد السهلي هذا مو نقاش جانا محمد السهلي اقسم بالله العظيم انه يتحدث افضل من المتسابقين الستين من المتقدمين نعم زين كل ابوه محمد السهلي هو كبير هذه 10 سنين ما شاء الله تبارك الله ما كمل دراسه الولد ما كمل دراسه والله انه وقف على الشاشه انه يتحدث افضل من هذا ابداع شغف جيت الفرصه وانا ما اسولف عن فيصل ولكن انا قصدي قاعد اضرب مثال على فيصل جيت الفرصه هو بالوقت هذا يعني يعني شيء حلو يعني شيء حلو بعمري عمري هذا اني انافس شخص عمره حدود 35 شيء قوي يعني طيب يا شباب خلينا نوحد الحوار يعني اسمع كلنا نسولف مو بحراج انت لما قدمت وتدري انك تدرس حلو اهدافك او فكرتك ليش صملت وقدمت اسمع لحظه بعيد عن فرصه اسمع منه اجازه الصيفيه نفس وقت البرنامج شهرين كمل حلوين خلي بدال يعني ما اضيع وقت باشياء ثانيه اجي هنا اقدم العلم الزين
حلو وانافس اشخاص اكبر مني وان شاء الله منافسه شريفه. نعم حلو. فما يكون العمر يعني فرق يعني انا نفس على عمرك هذا يعني عرفت؟ صح لا 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 احنا نبغى نسمع السكه اللي احنا نبغاها على كلامك. لا لا والله انت الان يا عبد الله شتت الموضوع وطلعت خارج النقاط. مو بعن شتات يا حبيبي انا اتكلم رسول الله ما له اساس. ايه ايه انا رجال ترى سالني سؤال خالد سالني سؤال وديت وجهه نظري هي ما لها علاقه تقدم إن شاء في ناس في ناس أنا أعرفهم والله عمالقة 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 لكن ما رجل ما يبي الإعلام وهو لو طلع بالإعلام خدم المجتمع أصلا خدم المجتمع شو اسمه اللهم صل على محمد واحد من شباب بالحفر اللي طلع مع مديفر شو اسمه صهود نسيت اسمه فرحة